أيضا أعلنت وزارة الكهرباء والماء أنه تم إعادة التيار الكهربائي لأغلب المستهلكين، وذلك في منطقة السلام بعد انقطاع جزئي بسيط للتيار عن بعض المناطق، في حين تم تركيب مولدات كهربائية للبقية وأيضا جاري إصلاح الجزء المتبقي. على كل، ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس أحمد الحمد، مدير إدارة طوارئ الشبكات الكهربائية بوزارة الكهرباء. بداية مهندس أحمد، أهلا بك. الآن كيف هي حالة الكهرباء في منطقة السلام، ولو هنالك من تفاصيل أكثر حول سبب الانقطاع؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أخوي أحب في البداية أن أرفع أسمايات التهاني والتبريكات لإبغام حضرة صاحب سمو أمير البلاد وسمو العهد والإخوان المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بمناسبة عيد الفطر السعيد، وكذلك أهني إخواني العاملين في وزارة الكهرباء بنفس المناسبة. فيما يخص سؤال أخوي خصوص منطقة السلام، الانقطاع الجزئي اللي احنا نقول انقطاع جزئي عن قطعة واحد في منطقة السلام، طبعا كان الانقطاع الساعة واحدة ظهرا وتم إعادة التيار خلال أحد أغلب الأجزاء إلى الساعة 2:30 تقريبا، وتم تركيب مولدات لبقية الأحمال الكهربائية للمواطنين، وتم إصلاح وإعادة التيار لهم الساعة 4 العصر، والحين جاري الاصلاح والتهام الاصلاح وجاري اعاده التيار من الشبكه الكهربائيه في الوقت الراهن اللي انا قاعد اكلمكم فيه في الوقت الحالي. نعم، بلا شك جهود مشكوره من قبلكم، ولكن ايضا مع دخول فصل الصيف كالمعتاد قد تزيد الاحمال الكهربائيه. فمهندس احمد، يعني كيف، ما هي النصائح بالتحديد والارشادات التي تقدمونها للساده المستهلكين؟ طبعا اخوي مثل ما تدري احنا مع بدايه حلول، مع احنا في وقت الصيف الحالي، موسم الصيف الحالي، طبعا ارتفاع درجات الحراره يؤدي الى ارتفاع الاحمال الكهربائيه، وهذا طبيعي ياثر يؤدي الى حمل الكهربائي مع كل استعدادات جهوزيه وزاره الكهرباء، طبعا يؤدي الى ارتفاع الاحمال الكهربائيه. نصيحتنا لاخواننا المواطنين والمقيمين طبعا التعاون مع اخوانهم في وزاره الكهرباء في عمليات ترشيد وتقليل الاستهلاك، اخواننا المسافرين، الوضع المكيفات مثل ما قلنا حسب الارشادات ان التكييف يكون على وضع 25 درجه، وكذلك الاماكن اللي ما يستخدمونها اطفاء الانوار والتكييف في الاماكن غير مستخدمه. وطبعا لا ناهيك ان احنا وزاره الكهرباء ما يمنعنا، وزاره الكهرباء قائمه في جميع الاستعدادات سواء اخوانهم في وزاره الكهرباء من التوليد ولا نقل ولا توزيع الكهرباء. نعم، الفرق جاهزه موجوده على مدار الساعه لتقديم خدمه افضل للمواطنين ان شاء الله. نعم، بلا شك، كل الشكر الى المهندس احمد الحمد، مدير اداره طوارئ الشبكات الكهربائيه بوزاره الكهرباء والماء.